لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا ذو الجلال والإكرام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم اللہم اغفر لی وارحمنی واجعلنی واجعلنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم مولا نے آکاری کو محفوظ رکھا میرے مولا تیری رضا کی خاطر تیری مخلوق کی دوسری واسطے قدم اٹھایا میرا مولا جہاں دشواریاں سامنا پیدا کر میرے مولا لوکاں دے دلاں دا رجوع انسانیت دی بلائی والے پاسے پھیر کے یا اللہ سارے دل ہر چیز دی چوٹی تیرے قبضے وچ میرے مولا لوکاں دے دلاں وچ خیر دی طلب پیدا کر آمین مولا لوکاں دے دلاں وچ خیر دی طلب پیدا فرما آمین ربنا اغفر لنا صبرا وتوفنا مسلمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.